يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا، ونتمنى تقضوا وقت حلو وتتبسطوا عندنا النهارده في حلقه يوم الاربعاء في اربعة شارع شريف. والنهارده عندنا اكلات حلوه قوي 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 مع دعاء. اهلا ايه التاج اللي انت لابساه ده؟ سرتات. سرتات، انا افتكرتها تاج كبير. اه حلو اهو، لطيف، فيري نايس. الاخبار تمام الحمد لله. حلويات جميله ان شاء الله العظيم. ايه ده بقى؟ دي بيتزا ارنبيت، عجينه الارنبيت. عملتي الارنبيت بيتزا؟ اه. وايه ده؟ ودي فراخ بصوص العسل والمستردة. يا لهوي على الجمال. وها سلطه التاكو. التاكو ده اللي هو العيش المكسيكي اللي هو التورتيه، وعاملين لها بقى سلطه. منوره، ميرسي يا شريف. بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي، عندنا بقى شو حلو قوي قوي قوي، ومركز انا بحبه جدا، بيجوا لنا بيعملوا حاجات حلوه قوي، بيجوا لنا مخصوص من اسكندريه، سنتر ارابيسك. هنشوف اغاني كده مختلفه وحاجات اجنبيه وحاجات من بلاد الدنيا وحاجات عربي، هتتبسطوا. النهارده كمان معانا مزازيكي مع عندليب الشارع استاذ حسام حسني. ازيكم يا حلوين؟ الحمد لله يا حبيبي، زي منورين. نورك يا حبيبي. مش هنغني، احنا هنشوف فاصل ونرجع نطبخ. يلا فاصل يا اولاد. اكلات حلوه النهارده عندنا في المطعم مع دعاء اللي منورانا ومشرفانا. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله كويس. عارفه بقى النهارده الحلقه بعد ما نخلص معاكي عندنا ايه؟ شو اطفال. نو. وانت صغيره بقى كنت بتشتركي في حاجات زي كده؟ لا ما كانش في انشطه بقى. لا لا كان في، وكنا بنطلع، كان في ستيج كده وبنطلع عليها، وحفلات عيد الام والحاجات دي. وفي البيت كنت بتعملي ايه؟ بتغني؟ يا نهار، بص انا طول النهار كنت افضل احط في ميك اب واقعد اعمل شعري. طيب فكريني مره ثانيه كده، هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل فراخ بصوص المستردة والعسل. ايوه الفراخ شكلها حلو قوي بصراحه، ميرسي. وهنعمل بيتزا الارنبيت. بيتزا الارنبيت، ودي سلطه التاكو. سلطه التاكو، يلا نقول المقادير. هنبتدي بالفراخ. فراخ بالفراخ. الفراخ يا اولاد اتفضلوا. نص كيلو وراك فراخ مخليه، معلقتين كبار دقيق ابيض، معلقتين كبار نشا، مكعب زبده وزيت وملح وفلفل. وللصوص حبتين بصل، فصين ثوم، اربع معالق كبيره مستردة، ثلاث معالق كبار عسل ابيض، مكعب مرقه فراخ، معلقه عصير ليمون، كوبايتين لبن، معلقه كبيره نشا، ومكعب زبده. اوكي وي اوريدي. هناخد دي هنا ودي هنا دلوقتي. بس ممكن نحط هنا شويه زيت، وانا هحط الفراخ. هتتبلي؟ اه عايزه شويه ملح وفلفل. حطيهم الاول. اه كلها؟ بس انا عايزه افردهم، مش عايزينهم يبقوا تبقى زي الباني كده. استني اهي بس كده. وده ده ايه؟ شويه الدقيق ونشا على بعض، الاثنين حاطين على بعض. هنعفر كده الفراخ بيها اهي، كاننا بنعمل بانيه بس بطريقه سهله واقتصاديه. يلا الطريقه دي على فكره مش هتخلي الفراخ كمان تكش. حطها كده. مش هتخلي ايه؟ الفراخ تكش. اه والله. احنا مش عايزين الحاجات اللي مش عايزين فراخ. شفت حاجه حد راسم ايه؟ حته لحمه، عشان اللحمه غير بقى ايه؟ مسكت مشابك. مشابك مش هتعرف فيها كل ده وتكش في الاخر. عجبتني بصراحه، احنا برضه شعب لذيذ، حتى بنعمل من الازمه حاجه مضحكه. ما هو مش ايوه كوميديا بالظبط، مش احنا الازاز دمنا خفيف. دي حقيقه. اه اهي هتحمريها قوي. هنحمرها لغايه لما اجي اعمل هنا بقى ايه الايه الصوص بتاع الهاني ماسترد اللي هو العسل والمسترد. اه فظيع الصوص ده. طب احنا هنستأذنك بقى ايه، نحط دي هنا ودي هنا. ايوه عشان هنا نار اعلى كمان بالنسبه للفراخ هتكون اقوى. ونعمل دلوقتي الصوص اللي هتعمله ده، ركزوا فيه لانه حلو قوي. هنحط هنا، انا باكله حاف كده مع اي حاجه يجنن. نحط معلقه زبده. شوية زيت. وبعد كده هننزل بالبصل.
المفروض ان احنا نشيل الفراخ وفي نفس المكان نقوم حاطين اللي احنا بنحطه دلوقتي هنا كلها في حاجه واحده بس عشان ايه نعمل. خلوا بالكم ان ده يعني الفراخ بعد ما نحمرها كلها في نفس الزيت بتاعها هنحط الحاجات ده بالظبط عشان تاخد من البهاريز بقى بتاعت الفراخ كده. هنقلب البصل يدبل كده شويه وهننزل بالثوم تقليبه وهنحط معاهم المكعب المرقة عشان يدوب. مش هنحط هنا ملح لان هو المستودع فيها ملح كفاية. هنحط شوية فلفل اسود بس. ايوة. بعد كده هننزل بالنشا. لما النشا او الدقيق كمان بنحطهم فوق البصل ما بيحصلش فيهم تكتلات حتى لو مسكوا على البصل بتفك بسرعه وبيخلي الصوص بيبقى سايب ما يبقاش ماسك. وبعد كده هننزل بالمستردة تقريبا والعسل. ده ايه؟ عسل تقليبه كده. وبعد كده هننزل باللبن. كمية قد ايه؟ كوبايتين كمان هيدوب على طول. اجيب لك مضرب؟ ممكن. وهنا نحط شويه اللبن اللي فاضلين دول كمان. نقلب ده هتكون فراخ اتحمرت. نجيب بقى الفراخ ونحطها في في الصوص اللي احنا عاملينه ده بس هي ما استوتش قوي لسه. طب ننقلها وهي هتكمل ممكن تسويه. هي المهم ان هي قفلت. طب انقلها بزيتها؟ ما احنا حاطين هنا زبده وزيت كفايه بس هي البهاريز اللي فيها دي حلوه قوي. واحد اثنين ثلاثه هوب ممكن ده كمان؟ عايزه ايه؟ حطي هنا. خلصنا كده اول طبق؟ اول طبق خلص. يلا عايزه تعملي ايه؟ تعالى نعمل السلطه. نعمل الايه؟ السلطه. السلطه. السلطه اتفضلي. هنحتاج عيش تورتيه وكوبايه كرنب احمر، نص كوبايه طماطم، نص كوبايه مشروم طازه، نص كوبايه بصل احمر، ونص كوبايه جبنه شيدر، نص كوبايه فلفل الوان، ونص كوبايه جزر. وللدريسنج 4 معالق كبار مايونيز، معلقه عصير ليمون، معلقتين كبار زبادي، ونص معلقه صغيره ثوم، معلقه كبيره عسل ابيض، وملح وفلفل. اوكي. ممكن هنا رشة ليمون احنا ما حطيناهاش. ماشي. حطينا زيت؟ حبة بسيطة قوي. ده في الآخر. ده هنحمر العيش حبة بسيطة قوي بس كده. ده العيش اهو في منه مقاسات، ده أصغر مقاس. لو ما لقيتوش لو مفيش ممكن شامي. عيش شامي. عيش شامي. هو التورتيه دلوقتي بقى في منه بالزبط. مصري كمان حلو قوي. ممكن بولا. ما هو ده مصري. ده مصري؟ هنحط كل المكونات هنا اهو. ده الكروم، الجزر، البصل، فلفل الوان، والمشروم طازه، طماطم، وناخد جبنه اي نوع جبنه عندنا بقى نحطه. ممكن بس حاجه احمل فيها الدريسنج. عايزه اي حاجه كبيره ولا صغيره؟ حاجه صغيره على قد بس كده الدريسنج. ونقلب بقى العيش لو عايزينه بس ينشف بس كده ونحطه على جنب. ناخد اللي بعديه. ما اجيب لك طبق هنحطه مثل كله مفيش مشكله كلها اهي. حتى ممكن نحط اثنين عشان يقرمش ما يبقاش طري. ممكن نحط اثنين مع بعض. يلا طيب نعمل الدريسنج. بس صغنون قوي بس ماشي هنتصرف. طب هقول لك على حاجه ممكن نحطهم كلهم في واحده من دي. أيوة بس كده. ده الزبادي والمايونيز حطيناهم على بعض وحطينا الثوم. عايزين ليمون وشويه ملح وشويه فلفل اسود والعسل. ممكن بقى نقلب العيش. نقلب. هو بينفش كده ليه؟ عشان سايبينه شويه على هو شكله حلو. هو نفس كده هيهبط مش هينفش. ان هو هيغير شكله هينفش ويهبط لان هو ما فيهوش ما
مساحه ان هو يعلى قوي للدرجه دي. اهو نحط بقى الدريسنج على السلطه ونسيب شويه نبقى نزين بيهم على الوش. نيجي هنا نحط الليمون. عايزه هنقدمه. ممكن تطلع العيش يا شريف لو سمحت؟ شويه فلفل اسود وشويه ملح تقريبا. كل المكونات كده مع بعض. ناقص واحده تحت هنا. ممكن نخليها البيز مش مشكله. يلا بينا. بصوا بقى هتعمل ايه؟ ناخد اول واحده نحطها كده اهي هتهبط. بصوا هبطت على طول، هي بيعلى ويهبط. عايزه معلقه نضيفه؟ لا اهي تمام. ننزل كده هي بتتعمل طبقات، وممكن العيش نقطعه ويتحمر وتتقدم السلطه وفوقيها العيش المتحمر، يعني في كذا طريقه. وبعد كده نحط واحده كمان فوقيها، نحط السلطه. الدريسنج ممكن اللي احنا حطيناه عملناه دلوقتي، ممكن بس نبقى نحط شويه على الوش للزينه كده. نعمل ايه؟ الدريسنج اللي احنا عملناه دلوقتي ممكن ناخد منه شويه نحطهم على الوش اخر طبقه نزين بيها اهي. اوكي كده خلصنا اول طبقين. بس اول طبقين لسه هنعمل بقى ايه؟ بيتزا القرنبيط. يلا ناخد كده ونحط بقى شويه كمان اخر واحده. هتحطش فوق تاني؟ واحده كمان كده اهي. اوكي زي ما احنا عاملين، وشويه من الدريسنج على الوش اهو. جميل. يبقى احنا كده عملنا الايه لغايه دلوقتي بقى؟ عملنا الفراخ بالصوص المستردة والعسل وعملنا سلطه الترك. طيب نسمع بقى حاجه للعندليب عبد الحليم حافظ من عندليب الشارع حسام حسني. لعب ضحك ولعب وجد وحب. ايوه كده اهو. وبعديها فاصل نرجع مع دعاء نعمل لكم بيتزا. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا.
أربعة شارع شيرين. نعمل بقى دلوقتي حاجة غريبة شوية. احنا طبعا هم ايطالينا اخترعوا البيتزا واحنا جينا بوظناها لهم. كل واحد فينا عملها بطريقة. صح. دي حقيقة. وفي ناس حولت البيتزا إلى فطير. بالظبط. وفي ناس حولت عملوها عيش وعملوها انتوا بوظتوا يعني. هو لازم نحط التاتش. يعني لو من إيطاليا نرفع عليكم قضية ما انتوا بتعملوه بفعل. هم لما عملوها حد اتكلم؟ احنا بقى بتاعتهم. ماشي احنا خدناها عملنا اللي احنا عايزينه بقى. الله. هو جات يقولوا علينا إيه يا حبايب؟ احنا ناخدها نعمل اللي احنا عايزينه. احنا لازم نحط الطابع بتاعنا. يوليوس قيصر. واحنا الفرعنة. سرب واحنا الفرعن. بس انا بحب شعب ايطاليا ده قوي من الشعوب المحببه الي. لبسهم جميل قوي. لبسهم وهم كلهم شيك كده والبيوت بتاعتهم حلوه ولاد بلد كده. ايه بقى انت عملتيها ازاي؟ عملنا هي شكل البيتزا. ماشي. ف وبرده الناس اللي هو فيجيتيريان ممكن ياكلوها اللي هم اللي هو ما بيحبوش النباتيين. ايوه. طب فاحنا عملنا من بدل العجينه اللي هي الدقيق والخميره وكده عملنا ارنبيت. تعالى نقول مقادير. حبايه ارنبيط وسط واثنين بيض، اربع معالق كبار دقيق ابيض، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص معلقه صغيره كمون، ومعلقتين كبار زيت، ونص معلقه صغيره كزبره ناشفه. للحشو كوبايه طماطم، كوبايه فلفل الوان، نص كوبايه زيتون، كوبايتين جبنه مبشوره، نص معلقه صغيره زعتر، نص معلقه صغيره ريحان، اربع معالق كبار صلصه طماطم. اوكي. هيا بنا نصنع هذه. ده الارنبيط اهو زي ما هو مش مش مسلوق مش اي حاجه، هو زي ما هو كده مغسول بس. وهنضربه كله هنا، هنبشره. ايوه هيتفرم فرم المبرحم. ايوه عايزه رمله. ها ايوه بالظبط. هتكفي باقي ولا كفايه كده؟ هتكفي. يلا حلو كده. بس كفايه عليك كده. من البتاع دي كده اهو ونروح عندها. هو نميلها بقى كده عشان هتيجي تفرمو. ايوه احنا وراها مش هنقف. هتتفرم هتتفرم. فرمو. بس هسمع الكلام حالا. لسه في شويه من الكلام. انت عايزها رمله؟ حلوه حلوه. كفايه كده كفايه. لا لسه في. كفايه كده. لسه مزنوقه فوق. لسه في حتت ما اتكرمتش؟ خلاص كده. لا لسه والله. في حتت لزقت في البلاستيك. عشان مليناها كفايه. بس زي الفل. في حته ما تفرم هنطلعها عشان ما يتفرمش قوي. يبقى ميه بقى ميه مش عايزينه ميه. ايوه. وانا هاخد دول احطهم هنا. خدي بقى انت عشان ما تعورش. اوكي يلا يلا هننزل بيه اللي احنا فرمناه ده اهو. ننزل بيه كده كله. هنحط له الدقيق. الدقيق ده كمان عشان السوائل اللي هتنزل من القرنبيط. لا عايزاها لسه هنستعمل. السوائل اللي هتنزل من القرنبيط الدقيق ده يشربه. شوية زيت بسيط. البتين. الكمون. حصى وكزبرة. ممكن شوية فلفل اسود وشوية ملح. هنقلب كده الخليط ده. مفيش كمون؟ حطيت الكمون حصى. سوري. ايوه بس كفاية عشان ما يسودش. وشوية ملح. بص انا عايزه اوريلكم بقى عامل ازاي اصلا. عجينه. بص اهو بقى عجينه. على فكره ممكن نعمله برجر. شكل البرجر ممكن نعمله كذا حاجه ان هم كمان الاولاد ياكلوه، لان في كتير قوي مش بيحبوا ان هم الارنبيط اللي هو الزهره نفسها تتاكل. طبعا الارنبيط حاجات مغذيه قوي 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 قوي. عيبته عيبه بس في ريحته. ما احنا حاطين كمون وحاطين كزبر عشان ايه تقضي على الريحه. ممكن هنا بس نقطه زيت كده. نقطه في الصينيه. انا هفردها بس كفايه. هفردها بايدي كده اهي. والجناب مش حلو قوي. ناخد بقى الخليط بتاعنا ده ننزل بيه هنا كده. بصوا هو بقى متماسك ازاي اهو. بس كده
افرده في الصينيه، بس تبقى سميكه شويه، مش اللي هي رقيقه زي البيتزا، لان البيتزا هتنفش، العيش نفسه هينفش، انما دي مش هتنفش. احنا ما حطيناش البيكنج باودر. والله نسيناه؟ اه نسيناه، بس هحطه، هقلبه كده. في بيكنج باودر فيها ولا ايه؟ اهي اهي قلبناها وهنفرده. ونحط بقى ايه؟ اي حاجه احنا عايزينها من فوق. بس صلصه بس، حطوا اي حاجه موجوده عندنا في البيت نحطها، ما فيش اي مشكله. اهي نسويها. بس كده. هناخد بقى صلصه الطماطم. اللي هي بتاعت البيتزا؟ اه انا عايزه بس فرشه او معلقه يعني كده. اهي عايز تتفرد. اهي. هنحط عليها بقى ايه؟ شويه زعتر وريحان. كل حاجه احنا عايزينها بتتحط على البيتزا. اي حاجه بصوا موجوده في البيت. اي حاجه حتى لو كميتها صغيره مع الفرن دي بقى. دي هتقعد في الفرن حوالي تلت ساعة. مش تاخد وقت طويل على فكرة. درجة حرارته ايه؟ درجة حرارة وسط في الرف اللي في النص. وايه؟ في الرف اللي في النص. في الرف اللي؟ اللي في النص. في النص؟ ايوه. نحط الفلفل الالوان والطماطم والزيتون. اهو. وندخلها على الفرن لما تستوي شويه، نحط لها بقى الجبنه الموتزاريلا وبعد كده. ما نحطش من الاول جبنه موتزاريلا؟ انا مش بحب احطها من الاول عشان ما تبقاش تنشف، تبقى بتمط كده وحلو. اوكي، تطلع زي اللي انت مقدماها بالظبط. جميل، بشكرك يا دعاء. احكي كده للناس عملتي ايه النهارده لو سمحتي. عملنا النهارده فراخ بصوص العسل والمستردة، وعملنا سلطه التاكو بعيش التورتيه، وعملنا بيتزا قرنبيط. شكرا ليكي. شكرا دعاء على وجودك معانا النهارده والاكلات الحلوه اللي عملتها. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم. وسنتر ارابيسك عاملين استعراضات حلوه قوي هتعجبكم، خليكم معانا لو سمحتوا. اربعه